اسمي ألينا وأنا مديرة MKS جولري. هي ماركة بتصممها الشيخة مريم بنت خليفة بن سيف آل نهيان. هي راعية معرض ليالي تريانو الليلة. سمو الشيخة مريم تستوحى كل تصاميمها من التراث الإماراتي، بتحب المجوهرات اللي طابعها بسيط واللي ممكن أنه تلبسها المرأة بسهولة، وبتستعمل الكثير من اللولو البحري الإماراتي. ماركة MKS ابتدأت من 5 سنين بأبو ظبي وعم نروج لها بالخليج العربي كله. اشتركنا بمعارض عدة بالبحرين وبقطر وبمعرض جولري أريبيا. الهدف من المجوهرات فني أكثر من ما هو تجاري، وسمو الشيخة بتحب تخلي تصاميمها بسيطة ممكن تلبسها أي فتاة أو امرأة عربية. هي بتصمم بنفسها، في عندها حرفيين بنفسه للتصاميمها.